السلام عليكم، معكم مواطن حمدي. فهم خبار ديال السيمانه في النواحي ديال فاس، بالضبط في طريق السيار الرجال ديال الدرك داروا واحد المطارده هوليووديه، واللي كانوا تابعين واحد الكاميو، ومنين شدوه لقاو بانهم شارجي 13 طن ديال المخدر الشيره. منين بغاو يشدوهم هذوك اللي كانوا راكبين في الكاميو بغاو يهربوا، ولكن تبعوهم رجال ديال الدرك وشدوهم. شوفوا معنا هذا الفيديو. لاعب كرة القدم المغربي حمد الله اللي كيلعب مع فريق النصر السعودي كان باغي يدخل في حالته المغرب غير زيارة هو والزوجة ديالو، ولكن شدوه في المطار ديال السعودية، والسبب هو قال لك بأنه دوزوا المدام ديالو في سكانير باش يقلبوها، مع العلم بأنها حاملة. يعني المرأة حاملة ما خاشاش دوز في سكانير، حمد الله ما عجبوش الحال وبداش يغوت عليهم. وبعض المصادر كيقولوا بأنه قال شي كلام نبيل هذوك الناس اللي خدامين في المطار، ودابا راه تابعوه قضائيا وما بغاوش يتنازلوا على القضية. القضية اللي كانت دير البوز واللي كلشي كان تيهضر عليها في مواقع التواصل الاجتماعي ديال مو 17 مليار ديال حد سوالم، حكمت عليه المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسبع سنين حبسة نافذة، وكاع أي حاجة عنده في سميتو داروا له سيزي. بنت الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايفانكا جات المغرب، جات لسيدي قاسم واللي عجبها الحال، واللي ضيفوها احسن ضيافه، واللي لبسوها القفطان المغربي، هالجبادور المغربي، كيف ما تتعرفوا على الشعب المغربي اللي جا كيضيفوه كيف ما كان. وحتى لنا الخبر ديالنا سلاسل وخبر ديال السيمانه الجايه.